السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد، برنامج البداية من قناة الصحة والجمال. بنقول مساء الخير على حضراتكم، مساء الحب، مساء التفاؤل، مساء الجمال، مساء النور والخير والشهر الكريم اللي احنا لسه في رحابه، المولد الرسول عليه الصلاة والسلام. بنقول ان احنا يومنا نور بإذن الله، زي النور اللي طلع علينا من السماء والأرض بمولده الكريم. بنرحب بحضراتكم وبنبتدي معاكم برنامجنا. بنحب ننوه عن المبادرة بتاعتنا اللي احنا بادئينها من أول حلقة في البرنامج، وبنقول لحضراتكم أخلاقك عنوانك، أخلاقك عنوانك. عايزين يا جماعة نتواصل في المبادرة ديت. في ناس بالفعل اللي بدأنا نتواصل وبدأنا نعمل شغل كويس، وعايزين كل الناس، مش عايزين حد بس أو مكان واحد بس. وبنقول الأخلاق هي أساس حياتنا وأساس معاملتنا، فعايزين نفكر كل الناس، كل اللي عنده فكرة جديدة، اللي عنده أي مساعدة، اللي يقدر يقوم بأي عمل في المبادرة دي يتفضل معانا. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبرحب بزميلتي العزيزة هالة. أهلا بك يا هالة. أهلا وسهلا وأهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الجمال الصحة والجمال. برحب علي. ازيك يا علي؟ تمام الحمد لله. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. اتفضل عزيزك معايا. طبعا احنا دلوقتي، واهلا بيكم اعزائنا المشاهدين. ان شاء الله النهارده الحلقه تعجبكم باذن الله. ومعانا اولى فقرات حلقتنا هي فقره الاخبار. طج الرئيس السيسي بمواصله التركيز على التنميه البشريه وجذب الاستثمار واستفاده جميع المواطنين من التنميه. الجامعه العربيه تصعد ضد التدخل العسكري التركي بسوريا وتطالب باتخاذ اجراءات سياسيه واقتصاديه ضد انقره. في خبر جميل، متقدمين المسابقة المعلمين في 10 معلومات جديدة هتبقى أثناء التعاقدات. قطر تشك الإجماع العربي لحل أزمة سوريا وتتحفظ على بيان وزراء الخارجية. قرار جمهوري بإنشاء جامعة مصرية تحت اسم جامعة الحياة، وده خبر جميل جدا إن احنا ممكن ندخل ولادنا في جامعات بمصروفات أقل شوية من الجامعات الخاصة. الجنايات تقضي بإعدام 6 متهمين والمؤيد لـ8 آخرين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاث. دي أولى فقراتنا. احنا معلومة أو أخبار بنقول لحضراتكم ان احنا معانا فقرة اللي جاية، فقرة مهمة جدا، انتظرونا الفقرة القادمة. معانا مواهب من أجمل ما يكون، 3 مواهب مختلفة، كل موهبة لها ثقلها بالرغم من صغر حجمهم أو صغر سنهم. معانا ومعاكم بعد الفاصل المواهب الثلاثة، انتظروا. وعدنا بعد الفاصل. والنهارده احنا زي ما دايما متفقين وعارفين ان مصر كلها فيها دايما مواهب، وفيها حاجات شابه جميله، وفيها دايما عندنا بيوت عمرانه بالخير. فالنهارده معايا ضيوف براعم، انا بشوفهم من احلى البراعم اللي انا شفتهم النهارده. هبتدي دايما بالجميله الصغيره بتاعتنا جمانة محمد، بعد كده هنتعرف على ايهاب محمد، ودايما هو بيقلد تقليد جميل جدا جدا وهنسمعه دلوقتي. معايا بقى الاخ الاكبر بالنسبه لهم تامر، وتامر خريج اعلام، ودي كلها أسرة موهوبة فنيا، وفعلا عندهم مواهب متعددة، وهم كلهم بيساعدوا بعض بحرفية شديدة جدا، مع ان هم زي ما احنا شايفينهم اولاد صغيرين. فعايزين نبتدي معاك ونقول انت ايه موهبتك بالظبط؟ بقول شعر وبغني. طيب حلو قوي الشعر، قولي لي ممكن تسمعيني حاجة من الشعر بتاعك؟ طيب اتفضلي. قصيدتي بعنوان انا بنت سعدية، على اسم مصر الغالية سموني سعدية، بنت بلد جدع وعندي شخصية، وبطلع لآخر سما وبكل حرية، بس عارفة حدودي صح، أصل بنت متربية، ربي وديني ورسولي دايما في الأولوية، وفي شغلي دايما جد، ولا أحب المحسوبية، ولو أحب أحب بجد، ولا أجدع رومانسية، ولا أجدع رومانسية. الله الله، ايه الجمال ده بقى يا ستي؟ ان شاء الله عليك. ان شاء الله عليك.
طيب انت اللي بتكتبي الكلام ولا حد بيكتب لك الكلام ده؟ اخوك اللي بيكتب لك. هو انا. انت اللي بتكتب ما شاء الله عليك. طيب طب قول لي ايه يعني انت دايما كتاباتك كلها بس سياسيه ولا رومانسيه ولا بتبقى وضعها ايه بالظبط؟ لا هو انا معظم كتاباتي بتكون وطنيه. يعني اي حاجه بكتبها عن الوطن او لمصر. فترة كنت بكتب رومانسي وكده بس ما كانش زي الوقت، لقيت نفسي ان انا بأدي في الوطني اكتر. بس عشان دي حاجة يعني دي حاجة انا حاسسها وصادق فيها فدايما بتطلع مظبوطة. في انتماء، عندك انتماء. بالظبط كده. ولا السن بيعتبر مش مناسب ان انا اكتب حاجات رومانسية وانا مثلا لسه طالب في اولى جامعة مثلا؟ لا هو الموضوع، انت شايفها ازاي؟ الموضوع ملوش علاقة بالسن خالص. لان في ناس يعني زمايل ليا اصغر مني بكتير ويعني مبدعين جدا في كتاباتهم في اي حاجة. سواء كان رومانسي، سياسي، درامي، ايا كان. هو الموضوع ملوش علاقة بالسن. طب ممكن بقى تسمعنا حاجة كده من اللي انت؟ خلاص تمام ماشي. هسمعكم قصيدة بعنوان اسيبك لمين. دي قصيدة وطنية. ماشي. هاجر يا مصر واسيبك لمين وانت هاجر يا مصر واسيبك لمين وانت لسه صبية ونيلك حزين ولسه البكرة مليك الحنين اسيبك لمين ومين هيرد لتاريخك صباه ويمشي في طريقك لاخر مداه ومين من حياته يجيب لك حياة ومين هيكبر ويدعيلك وقت الصلاة اسيبك لمين ومين يحمي طيبتك يا ام الطيابة ومين يبقى ظلك يا شمس الغلابة ومين يبقى شوكتك في حلقة ديابة يلا اهلك وناسك معروفين بالطيبة والاصالة اسيبك لمين اسيبك لمين. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. جميله جميله جميله. اتنين احلى من بعض بصراحه يعني. طب قول لي دلوقتي انت القصيده اللي انت بتقولها دي فيها كلها انتماء، انت حسيت ان انتمائك لبلدك دي بيجي ازاي؟ يعني انا عشان انتمي النهارده الوطن او انتمي لكيان اكيد عندي في حاجات معينه مقومات معينه تخليني احس بالحب ده للبلد، ولا احنا بنتولد فعلا بنحب بلدنا؟ اولا هي احنا بنتولد طبعا قبل ما نحب بلدنا احنا في حاجات اساسا هي اللي دي دوافع بتخلينا نحب بلدنا. اولا احنا اتولدنا فيها، ثانيا اتعلمنا، اتمتعنا بخيرها، فيعني بلدي موفر لي كل حاجه فطبيعي ان انا احبها. وفي نفس الوقت كمان يعني علمونا كده في المدرسه ان اهم حاجه عندنا الوطن، وفي نفس الوقت ربنا حسنا على كده. ف اقول البيت بقى كمان ماما وبابا والبيت طبعا هم الاساس يعني. هم الاساس. هم اللي يعني بيبثوا في روحنا حب البلد والانتماء للبلد. عشان كده انت اتاثرت بقى وعملت. انا من عشاق الشعر الوطني عموما يعني. جميل. طب انت تامر بدات اول قصيده كتبتها كنت كاتبها وانت عندك كام سنه؟ كنت 16 سنه. يعني من حوالي كام سنه كده؟ يعني من حوالي كده سنتين. انت منشر دلوقتي؟ انت بتدرس اعلام مش كده؟ انت قلت لي بتدرس اعلام. انا في اعلام. تخصصت ولا لسه ناوي تتخصص؟ لا وانا التخصص بتاعي لسه في سنه ثانيه. انا لسه في سنه اولى. وان شاء الله لما اتخصص هختار قسم اذاعه وتلفزيون. ليه اذاعه وتلفزيون؟ يعني اختياراتنا بتيجي نتيجه ايه؟ اختياراتنا بتيجي عن طريق ميولنا. احنا اللي متمكنين منه، اللي نقدر نادي فيه، اللي نقدر نوصل الرساله بتاعتنا للناس فيه. انت شايف ان الاذاعه عموما او الاعلام عموما هو رساله موجهه، صح كده؟ بالظبط كده فعلا. مين اللي شجعك بقى على ان انت تكمل في الموهبه او اللي اكتشفك اساسا يعني حس بالموهبه بتاعتك وانت صغير؟ يعني اولا يعني انا لما يعني مع نفسي كده يعني كنت بجرب. سواء كان تمثيل او كان كشعر او كان كتابه. فيعني وانا صغير يعني احنا متعودين من صغرنا تمام، واحنا ايه بنشوف اي حاجه في التلفزيون بنقلدها. بس فاللي اكتشفت فيها الموضوع ده قوي كانت ماما. ويعني وما عدتش الموضوع كده زي ما اي حاجه زي ما في امها كتير بيعدوا الموضوع يعني عادي موضوع عابر وخلاص. لا انا امي يعني شافت فيها الموهبه دي وشافتها في اخويا ايهاب وفي اختي. يعني هي اللي بتسعى ورانا. لسه هنيجي بقى للتقرير دلوقتي. هي اللي بتسعى ورانا وهي اللي بتشجعنا. فاحنا اي جزء او اي مجهود بنعمله يعني هي مثلا اللي هي بتاع اكتر من نقول مثلا 60% و70% واحنا عليها الباقي. وده بدايه الانتماء. بالظبط. ده بدايه الانتماء. بدايه الحب كله بقى. الو. يا فندم. احمد ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. منورنا ببرنامج البدايه. الو. حط قطع. قطع الاتصال. نرجع تاني لتامر. منورنا. يعني انت الموهبه الجميله دي لازم طبعا تطورها وتنميها اكتر من كده، غير كده وكده ان انت لازم برضو ايه هتحتاج تشتغل على نفسك اكتر، لان حاجه زي دي انت لازم كل مدى تكون اعلى واعلى، لان يعني دي حاجه كويسه جدا.
خصوصا ان انت لما كتبتش الكلام الجميل اللي قالته جومانا دلوقتي، يعني انت وديتنا من حته وجبتنا في حته، فده حد ذاته كويسه جدا يعني. فربنا ان شاء الله يكرمك كده باذن الله، ونكتب بقى دواوين شعر زي احمد شوقي كده وحافظ ابراهيم باذن الله. انا الفتره الجايه هطور نفسي على كده، وكده كمان الكليه يعني هتساعدني، لان في جزء كبير متعلق بالموضوع ده باذن الله. لازم يشترط الموضوع يكون اكاديمي زائد الموهبه، ولا ينفع ان انا اتعامل بالموهبه فقط لا غير؟ شايفها ازاي؟ انا شايفه ان انا لو سواء كان عندي الموهبه او ما عنديش الموهبه فانا عادي. يعني في ناس مثلا ما عندهاش موهبه اللي هي الالقاء او موهبه الكتابه، ده مش معناه ان هم خلاص يقاسوا من الموضوع، لا عادي طبعا. بالتدريب طبعا وبالاجتهاد يقدروا يوصلوا لكده. بس فيعني واللي عنده موهبه برده ما يستكفاش بيها، لا ينميها ويطورها وياخد كورسات فيها. تقول مين مثلك الاعلى بقى؟ فبالنسبه للشعر طبعا الشاعر العظيم احمد شوقي، وبالنسبه للكتاب طبعا مؤلفين استاذ احمد خالد توفيق. ما شاء الله، ده انت واصل للناس يعني ما شاء الله. انت جايب من فوق قوي. ان شاء الله توصل باذن الله طالما انت عندك طموح وعندك استعداد، و امورتنا صغيره كمان حاجه ما شاء الله، وباللهجه الصعيدي واحنا مش هننسى بقى دلوقتي يعني الضيف بقى البص والثاني ده لوحده حكايه. لا ده بقى ايه يعني الدنيا ثانيه لوحده حكايه. ايهاب حضر معايا قبل كده، ومن الناس اللي دمها خفيف جدا، والناس اللي فعلا بتشتغل على نفسها بطريقه جامده جدا. معايا ايهاب محمد، او نستعين بنقول ايه، عم شكشك. عم شكشك دي بقت حاجه ملازمه لمحمد ايهاب النهارده، صح كده؟ طيب بتقلدها ازاي، او ايه اللي خلاك تحب مثلا عم شكشك؟ اشمعنى الشخصيه دي؟ الشخصيه دي انا بسمع عنها من زمان، واصلا هي كانت موجوده قبل ما مصطفى خاطر يعملها في مسرح مصر، كانت برضو موجوده في التلفزيون مع بوجي وطمطم. فهي الشخصيه دي بتتطور يعني، في الاول كانت في التلفزيون، بعد كده اتعملت على المسرح، عملها مصطفى خاطر، بعد كده انا اهو جيت برضو عملها تاني بس على السوشيال ميديا. هي شخصيه حلوه، وانا يعني انا بقيت فرحان ان يعني اغلبيه الناس اللي بتتابعني او بتشوفني ايهاب شكشك، عن انا بقلد ممثلين كتير بس ده بقى بقيت مشهور بده. من امتى بقى بدات؟ بس حضرتك انا اصلا في مجالي ده اصلا من انا عندي 9 سنين، دايما كنت احب دايما اتفرج على التلفزيون واشوف مثلا استاذ عادل امام واحب اقلده كده في حاجته كده، استاذ احمد زكي، هو هم دول المدرستين الكبار دول اللي مش هتمشي غير ما تقلد احمد زكي. لا تقلد كله، لا لا كله، لا كله والله. يعني اي حد بصراحه احمد زكي بيقلده بطريقه يعني بصراحه رهيبه جدا. احنا عايزين نسمع كله، مش هنسيبه. طب انت بقى محضر حاجه النهارده ولا انت جاي ناوي عليه؟ هو جاي ناولنا، هو جاي ناولنا، هو جاي ناولنا، يلا هو ناولنا النهارده. يلا نبدأ بقى مشكشك. انتوا حبايب عاملين ايه؟ ازاي انتوا بقى الاثنين منورين الدنيا؟ احنا طبعا اكيد منورين. انا مظلم يعني. بص شجعني بقى ولوني ملونه، لا انا هعكسك يعني هتعكس هو وتسيبني انا. واحنا لها ده صح؟ لا ده احنا اصحاب. وبعدين ده احنا اثنين هاله، فيعني اه هاله هاله وهاله. بس انت حبيبي برضه اكيد شكلك مدوخ البنات انت، صح؟ مدوخنا وراه على فكره، راجل عجوز بس مدوخهم برضه يعني. برضه عارف انت ايوه عبق الزمان انت بقى يا عم شكشك. ايوه لا انا مفيش مين، انا اتنين انا. اوعى يعني جامد 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 يا عم ماشي. بص بقى انا اقول لكم حته كده، اغنيه اسمها الدنيا حلوه، بس انت هتسقفوا ماشي؟ اكيد هسقف. انا هغني. امال ايه؟ ماشي ماشي. ممكن ارقص برضه عادي. اعمل اللي انت عايزه، مفيش مشكله. بص يا جوجو، انا هقول وانت تقول ورايا ماشي؟ الدنيا حلو، الدنيا حلو، الدنيا حلو، عايش لوحدي، الدنيا حلو، مبسوط وبراحتي، الدنيا حلو، لف يا دنيا، الدنيا حلو، قابل ياسمينة، الدنيا حلو، أخديته مارينا، الدنيا حلو، لف يا دنيا، الدنيا حلو، دبس في جوازه، الدنيا حلو، 9 شهور، الدنيا حلو، جبنا واد أمور، الدنيا حلو، بامبرز كتير، الدنيا حلو، سرلاك وعصير، الدنيا حلو، خناقات بكم، الدنيا حلو، لف يا دنيا، طلاق ومصيبة، الدنيا حلوة، النفقة ليا، الدنيا حلوة، والشقة ليا، الدنيا حلوة، وشكشك ليا، الدنيا حلوة، وانا ليا ايه؟ الدنيا حلوة، العباسية. الدنيا لا لا نسقف، هذا سهل يا عم. جابتني الارض خالص، ادي كل حاجة مني. والله طب كويس ان انت عندك تفاؤل وشايف الدنيا حلوة بهذه المقاومات اللي احنا عايشينها في الحياة. شوف لا وعم شكشك ويعني والراجل في السن ده وشايف الدنيا حلوة. لا 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 ده انت زي الفل. انت كده هتخليني انت ليك متابعين كتير، ليك متابعين كتير صح على السوشيال ميديا قد ايه؟ 21 عددهم على اليوتيوب ما شاء الله، وعندي 6000 على الانستجرام،
وعلى البيج بتاعت اللي على الفيس عندي فيها 4000 لسه بعملها بقالهاش كتير البيج. ما شاء الله ما شاء الله. طيب عايزين نرجع لتامر، احنا سايبين تامر كده شكله هادي لان شكلك الشقي موجود في قلب الموضوع. تامر عايزين نسمع بقى منك حاجه حلوه. احنا تامر كمان انت قلت لنا ان انت بتكتب قصائد صح كده؟ كنت بكتب فتره. وكمان اعتقد افلام قصيره او قصص قصيره. نبدا اول بالقصه اللي كتبتها. انا كتبت قصه كنت مسميها الانتقام. القصه دي كانت عباره عن ولد وبنت كانوا مرتبطين وكده، فالولد ده كان بيحب البنت جدا، فبس هو كان في الفتره دي كان على قد حاله، وهي كانت مرتاحه ماديا نوعا ما، بس فهو كان بيشتغل وكان بيجهد نفسه عشان اهله كانوا فقراء جدا، فهو كان بيعمل كل حاجه يقدر عليها عشان يعني يوفر شبكه خطوبتهم. بس ففي مره طلبت منه ان هو ان هي عايزه تقابله وكده والكلام ده، وهو كان لسه خارج من الشغل، ولما خرج من الشغل يعني هدومه كانت مبهدله شويه، فساعتها هي لمته وزعقت له وبهدلت له قالت له ما ينفعش انت كده تهريني وكده مش عارف ايه، يعني اديته كذا كلمه يعني ضايقته هو احبطته. وساعتها قالت له ان احنا خلاص كده مش هينفع نكمل مع بعض، ونهت علاقتهم. هو ساعتها زعل جدا واحبط جدا جدا ودخل في حاله اكتئاب رهيبه، بس مع الوقت يعني فاق تاني واشتغل على نفسه لحد ما بقى اكبر صاحب اكبر شركه مقاولات في الشرق الاوسط. طب احنا بدل كل ده ممكن نسمع، عاوزين نشوف الموضوع نسمع بقى. نسمع القصه. لا ما هي دي قصه انا كاتبها. دي قصه. طيب هو يعني قصه يعني مش التفاصيل. التفاصيل لكن مش تفاصيل القصه يعني مش مكتوبه مثلا بشكل نثري او لا لا لا. دي قصه كده. لا قصه بس كده. بس فبعد كده بعدها بفتره بقى صاحب اكبر شركه مقاولات في الوطن العربي، وهي طبعا هي اتجوزت ففتره دي يعني في اخر حاجه ان هم اتجمعوا في كافيه، هي كانت قاعده في كافيه وكده، وهو كان جاي مستني ناس وكده، وجوزها كان موجود. بعد كده نكتشف في الاخر ان جوزها هو امن في الشركه اللي هو رئيسها. فطبعا هي اتفاجئت، وطبعا اتفاجئت اكتر لما لقيت جوزها جاي بيسلم عليه وبيكلمه باحترام وبتواضع وعمال بيقول ان هو مثله الاعلى ومثل الاعلى لكل الشباب. فهي طبعا هي كانت بتبص له ببصت ليها اندهاش وفي نفس الوقت للندم ان هي ندمت يعني ان هو كان يعني في الاول كان حاجه وبكده دلوقتي بقى حاجه ثانيه عظيمه. في عبره من القصه دي ان احنا الضربه اللي ما تكسرنيش تقويني، يعني هو كلا. واحد ثاني كان ممكن يستسلم ينهار ويتدمر لكن هو لا، هو قام ثاني ووقف على رجله ثاني وحب يثبت بقى ان هو ايه قد المسؤوليه. ايوه بالظبط. هو ده التحدي، هو ده الانتقام. يعني هي كان ده كان المغزى وده كان الفكره من العنوان. هو في انتقام مدمر وفي انتقام بناء بصراحه. يعني هو كده تخطى كل انواع الانتقام. هي الفكره هنا ان هو فعلا زي ما هاله قالت ان هو ما حصلوش عمليه من الاحباط. انا ممكن ما انكسرش ينزلني لتحت، لكن دلوقتي انا عايزه اتحدى نفسي، اتحدى المجتمع ان انا هثبت وجودي. الاراده بدا فحلو قوي ان القصه بتاعتك بتهدف الى حاجه. يعني انا ما بحبش الحد يكتب حاجه وفي الاخر النتيجه وهباء يعني ولا لا اي حاجه. دي حتى لما الشباب يقروا ويسمعوا الكلام ده هياخدوا دفعه كده. وهي كمان اصلا للقصه دي يعني هي فيما بعد اتعملت فيديو، بس هو ما كانش تبعي، كان ممثلين تانيين هم اللي عملوه وكان من يعني بره. يعني حد اقتبس مثلا، حد خد الموضوع ده وعمل تمثيليه مثلا او حاجه او فيديو معين. هي اتعملت فيديو على اليوتيوب، كانت قصه يعني مشابهه بالظبط. يعني الكلام اللي انا كاتبه هي اتعملت قصه على اليوتيوب وكده، كانت نفس الفكره وكانت نفس الكلام. بالنسبه للتقابل الايجابيه الجميله دي، احنا يعني لما عندنا ثلاث شباب زي الورد بثلاث مواهب الجميله دي، احنا ممكن نعرف دلوقتي كل واحد نفسه بايه؟ او نفسك في ايه؟ لا احنا انتهينا بيك، هنبتدي بالصغننين. شفت حيز بقى للعنصر النسائي صح كده؟ جمانه نفسك تكوني ايه؟ ممثله. نفسك تكوني ممثله. نفسك تمثلي مع مين؟ مين اكتر حد من الممثلين بتحبيه كده نفسك تبقي؟ مين بتتابع اعماله وتتفرج عليه تحب تقلديه تبقي زيه؟ انا يعني بتابع الاستاذ عادل امام في افلامه ومسلسلاته. الزعيم. ماشي يا عم. تمام. طيب نشوف ايهاب. وانت ايهاب قولي. ايهاب نفسي ان انا ابقى ممثل. ده هتبقى ممثل جامد. مع مين بقى؟
إيه هو لو كان استاذ احمد زكي لو كان عايش الله يرحمه ده شرف كبير الله يرحمه طبعا ده كان هيبقى شرف كبير جدا ليا ان انا كنت امثل معاه وبرده زي ما عادل امام يعني. طيب دلوقتي انت عايز تضيع علينا الموضوع احنا عايزين نسمع بقى ورينا بقى احمد زكي عايزين نسمع ايه تاني اورين لا لا نبتدي احمد نخطط في احمد زكي دلوقتي هنسمع دلوقتي استاذ احمد زكي هنسمع كله يلا بينا احمد زكي في فيلم السودان بسم الله وباسم الامه حادث بسيط في الزاويه الحمراء غسيل في بلكونه مواطن نقط غسيل في بلكونه المواطن اللي تحتيه ولسوء الحظ ان كان في اختلاف في الاديان يتسبب هذا الحادث الى اشاعات مغرضه يقولون ان في مصر فتنه طائفيه دي ناس بتنفخ في النار وبيستخدموا الشباب الصاعد وقودا لهذه النار انا بحذرهم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله جميل لا برافو عليك والله برافو عليك برافو عليك لا اصل كمان يعني احمد زكي قامه والنكي ان هو كمان كان بيعمل بيقلد السادات يعني انت جبت قامتين دلوقتي ما شاء الله يعني في منتهى القوه ان انت تقلدهم دي حاجه لا والحلو بقى ان تحسي ان هو بياخد التصرفات لا هو بمزاج بحب هو بيعمل بحب يعني مش تقليد للتقليد هو بمزاج كده زي ما احنا متفقين متعايش يعني بكل حواسه هو متعايش مع الشخصيه اي حد بيعمل حاجه ما كانش بيحبها مش هتطلع النتيجه بتاعتها طبعا. بالكفاءه هنرجع تاني لتامر ونقول ايه احلامك يا تامر اولا حلمي انا دلوقتي انا دخلت كليه اعلام ان شاء الله هتفوق فيها ولما اتخرج لما اتخصص طبعا قسم اذاعه والتلفزيون هبقى مذيع ان شاء الله يبقى زميل بقى مع بعض احنا ان شاء الله دي حاجه تشرفني شخصيا وحلمي التاني ان انا اكون مش هكتفي بس ان انا ابقى مذيع لا ابقى دكتور في الكليه برافو عليك تمام وليا حلم تاني برضو هو بعيد شويه هو قريب من المجال بس يعني بعيد نوعا ما ابقى صاحب شركه اعلانات مفيش حاجه اسمها إن حاجه بعيده طول ما لا. انت بتحلم وبترسم الحلم بتاعك في يوم من الايام ودي عن تجربه شخصيه ومحدد هدفه وعارف رايح فين لان جيل النهارده احنا كنا جتنا فتره واحنا بنقول ان الاجيال بتاعتنا ماهيش فاهمه الدنيا ماهيش محدده اهدافها لما بنلاقي النهارده عناصر شابه بهذا المنظر وتبقى محدده هدفها ورسمه احلامها ايه ورسمه الخريطه بتاعتها اللي هتمشي عليها فده دليل ان احنا اللي عندنا غلط ان الفجوه بيننا وبين الشباب بتاعتنا بدات تكبر كتير فاحنا يا ريت نبدا تاني نقرب من شبابنا نعرف ايه احلامهم نفضل لازم نعلمهم ازاي يحلموا لازم صح. هو يشتغل على نفسه ويعرف ازاي يحلم ده حقيقة بطلنا نحلم بطلنا ننتج صح. بطلنا نحلم بطلنا نتقدم نحلم أكيد بطلنا نحلم ما ينفع ما نقدرش نعيش من غير ما نحلم شعر انا بكتب شعر على فكره هبقى اوريه لك بقى بس يعني ايه ما تعيبش عليا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ارجوكم ابقوا معانا أعزائي المشاهدين عدنا بعد الفاصل مع حضراتكم معانا بقى المواهب الجامدة بجد يعني الله يبارك لكم ويبارك لوالدتكم إن هي وصلتكم للمرحلة دي وعايزين دايما نكمل كده على طول يعني مش عايزين نجي في وقت كده ونقف عايزين نشتغل على الموهبه ونعليها ونكبرها اكتر واكتر عايزه بس يعني. اقول كلمه مامه الاولاد هي بصراحه اللي بتوديهم كل الاماكن اللي ممكن تخيلوها بتروح مسبير وبتروح معاهم في كل مكان فهي دايما الام المصريه هي الجلد هي الصمد هي دايما السند لاولادها هي اللي بتدعمهم هو قال ان هي الام بالنسبه له 70% من موهبته الام المصريه معروفه ان هي قويه وصامده وهي فعلا اللي بتحتوي كل الاولاد وهي اللي بتسعى وراهم في كل مكان فالنهارده ده كنا بنوجه تحيه فنوجهها لمامه المدام ايتن وبنوجهها كمان تحيه لكل ام مصريه قادره ان هي تقف في ظهر اولادها وتسندهم وتوصلهم الى بر الامان عايزين هم عنوانها بقى دلوقتي وعايزين فعلا هتقلد لنا عادل امام بقى ولا هتعملوا الدويتو مع بعض انا اقلد الليمبي وهو هيبقى معايا ماشي اتفقنا خلاص اتفقنا خد يا ابني تعالى انما ساعه الباشا هات بطاقتك ما بشيلش بطاقة ليه؟ ما عنديش اجبار عبيط يعني طب تعالى حبيبي معايا بس في كارنيه شباب نادي الحمدية بلعب كرة ماء وانا برضه باجي بلعب مع كرة ماء عايزين نبقى نروح كلنا حبيبي ماشي كرة ماء طب ادي الكارنيه اهو لا
تبدا يا باشا. تم باخد مراكز انا اللي تقول حاجه حبيبي. لا ما بقولش حاجه يا باشا. وانا ماشي شايف الشارع ده بقى مش فاكر تمشي فيه تاني. ليه لغو ولا ايه؟ يا حبيبي لغو لغو. اوعى تلغى ما يتلغى يعني. هتعمل واحد جديد؟ هنعمل واحد جديد مسافلت بقى وكده. يلا دورك بقى خفك. يلا مع السلامه. يلا خلاص ماشي. ايه ده ماشي حبيبي ماشي. تقول حاجه؟ لا ما بقولش. انا اعرف اقول. تمام ماشي حبيبي. ده كده فكرة الليمبي صح؟ وقفلت معاه مشكشك. طب حلو الاتنين مع بعض. جمال جدا بصراحة. في مين تاني بقى؟ حد تاني؟ عادل امام؟ حاجة تانية هتقول لنا حاجة قبل ما نقفل؟ قوليلي. نقول عادل امام في فيلم الهلف. طيب فضل. ماشي اتفضل. خد يا ودي عارف عايزك في كلمتين. مرنا ست الناس عايزين نجيب لك اول الليل ولا نص الليل ولا اخر الليل؟ الليل بطوله يعني ايه؟ الليل بطوله ده احنا ربنا اكرمنا اخر كرم وللاتنا هتبقى علب هتبقى عنا بالليلات. يا تسوق يا تسوق سك عشان يا تسوق انا رايح عند ورده يا تسوق. ايهاب انت اخدت جايزه اليومين اللي فاتوا وجت في جت على الاهرام صح كده؟ اخدتها منين؟ دي جايزه هي دي جريده الاهرام العراقيه. عملوا تصوير تاني وبين اتنين تانيين بيقلدوا بس ما بيني وما بين اتنين تانيين بيقلدوا. ايوه فنانين وكده. واحد تقريبا كان من لبنان وواحد من السعوديه وانا كنت بمثل مصر وكده. اخدت المركز الاول. انا اخدت كل التصويتات خدت 30,000 صوت. ما شاء الله احنا كده يعني وصلنا المركز كويس. ربنا يكرمك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نشوفكم في مكان احسن. موجودين معانا جمانه وايهاب وتامر ويا رب كده دايما في تطور واستمرار. ربنا يكرمكم ربنا يخلي لكم والدتكم ان شاء الله ونشوفكم كده فاصل ونرجع لكم تاني باذن الله. نورتونا حبايبي. نورت شرفت. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. اهلا وسهلا بكم في برنامجكم البدايه. طبعا زي ما شفنا الفقرات الجميله اللي فاتت دي طبعا يعني ما حضرنا لكم فقره جميله. دلوقتي هنسمع معانا الشاب مصطفى محمود بصوته الجميل. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بحضرتك. منورنا. ربنا يخليك منوره. النهارده بنقول ان احنا عندنا الحمد لله عندنا مواهب كتير جدا وزي ما قلنا مصر مليانه خيرات. مصر ولاده بالخير فعندنا مواهب شباب صغيرين وعندنا النهارده مصطفى في كليه كمان في ثانيه جامعه مش كده؟ ومن اجمل كليه ايه؟ كليه تجاره. ومن اجمل الاصوات اللي احنا ممكن نسمعها. فيعني فعلا زي ما بنقول مصر ولاده بكل خير ودايما ما نكتفيش بالمواهب اللي فاتت. لا ده احنا عندنا كل مدى هيطلع علينا موهبه تانية واحنا هنسلط عليها دايما الضوء. نورتنا يا مصطفى. عايزين نعرف بقى انت بدات تغني من امتى او تكتشف موهبتك من امتى؟ هو انا بدات اغني من حوالي 3 سنين مثلا. بس هي الموهبه موجوده. بس بدات اهتم من 3 سنين مثلا 3 4 سنين. مين اول حد سمعك او هو احنا اصلا يعتبر البيت فني يعني. اخويا بيغني واختي وابويا ما شاء الله. بس مش مشهورين يعني مش معروفين. بس فهو احنا بقى كنا على طول بندندن في البيت كده انت شايف ان لما يكون عندي اسره كلها فنيه او الاسره صوتها كلها كويس لازم بالتالي او بالتبعيه ان الكل هيبقى فني ولا مش شرط؟ لا مش شرط. لا صح كده؟ ما هو في فنانين احنا كان عندنا اسره كامله قبل منك اسره كامله كلها فنانين. أيوة. بس عادي ممكن يبقى واحد بس ما أيوة مش شرط. مش شرط. بس هو بيبقى برضو في أيوة في وراثه بيبقى في حته وراثه كده لازم او بيبقى في توجيه او فيه مثلا نبقى في ناس بتبين على الكلام ده وفي ناس بتقول لما بيكون عندي موهبه اصلا ببدا ان انا اشجع اولادي على بالزبط. ان هم يمارسوا الحاجه اللي هم بيحبوها. بالزبط. احنا عايزين نبتدي معاك كده. احنا عارفين صوتك اكتر من رائع. ربنا يخليك. هتبتدي معانا باغنيه ايه النهارده؟ ممكن اغني حاجه قديم. يا ريت يا ريت. ام كلثوم مثلا. طبعا الطربي. يا سلام. كلك معايا أجمل حكاية في العمر كله سنين بحلها مفات جملها على حب قبله سنين ومرت زي الثواني في حبك انت وان كنت اقدر احب تاني
هحبك انت كل العواطف الحلوة بالنتيرة كانت معانا حتى في خصامنا كل العواطف الحلوة بالنتيرة كانت معانا حتى في خصامنا وازاي تقول انساك وتحول ازاي تقول انساك وتحول وانا حبي لك اكتر من الاول اكتر من الاول اكتر من الاول الله عليك الله بجد عليك بجد برافو عارف يعني ايه تغني لنقامة زي ام كلثوم وتطلع بهذا الابداع في دراسه انت في دراسه يا مصطفى الله عليك في لا ما بدرس مزيكا ما فيش ما يعني ما درستش اي حاجه لا. خاصه بالموسيقى ولا راجل وبتغني من 3 سنين يعني انت هي الناس كلها هي الموهبه موجوده الناس كلها بس وانا اهتميت من 3 سنين مين بقى اللي طور معاك اخويا هو اللي ساعدك كله واقف جنبك وطبعا والدتي بقى والدي والوقفه ازاي والنفس ازاي كل ده ما شاء الله ما شاء الله من غير ما تاخد اي يعني بيسمعني كتير اغاني تمام اكيد هو اصلا في معهد موسيقى هو مسمع موسيقى عربيه ممكن نسمع حاجه من الجديد بقى سريعا كده نسمع ان شاء الله عليك ربنا يبارك لك يا رب يعني مثلا عمرو دياب مثلا طبعا يا سلام انا وانت اخترنا اننا نبعد عن بعض خلاص يبقى ملوش لازم يبان ضعفي وضعفك للناس وياريت اللي يجيبلك سيرتي قول كان حبيبي وانا هثبت ليهم بطريقتي ان الحكايه خلاص عاده خلصت زي ما كل حكايه بتخلص اللي هيجرى واللي هينقص منا لو احنا ما كملناش انا هتعود وانت كمان لازم تتعود عمر البعد ما كان بيموت ما هي دنيا ولازم تتعاش الله عليك الله عليك سمحت كلمات عمرو دياب لكن شفت النهارده وحسيت باحساس مصطفى محمود الاحساس انا مش تقليد الصوت ولا تقليد الكلام انا ما سمعتش عمرو دياب طبعا وليه الـ يعني هو ليه مكانته طبعا لكن انا طبعا حسيت النهارده ان انا بسمع الاغنيه دي لاول مره احساسك طاغي بجد والله انت لا الصوت رايق والصوت عذب وده طبعا لو حبينا نوصل رساله للشباب هنقول لهم ازاي يخلي صوته نقي بالظبط طبعا يبعد عن طبعاً التدخين ويبقى والسهر وكل الحاجات اللي هي ممكن مش بس تضر الصوت علشان هو مطرب ولا عشان هو عنده موهبه لا ده هي هتضره في كل حاجه بالزبط طبعا احنا النهارده دعوه بقى انت توجهها للشباب من هنا عشان احنا عندنا مبادره اخلاقك عنوانك مثل للاخلاق مثل للجمال مثل للموهبه الجميله الحلوه للشكل للذوق للصوت الرائع بيقول شكرا مصطفى للشباب يعني احنا دلوقتي وصلنا لاخر اخر نهايه الحلقه طبعا معلش يعني اسفين كان نفسنا نسمع مصطفى اكتر من كده
نورتنا مصطفى. بنور حضرتك. نشكر السادة المشاهدين ويا رب نكون اسعدناكم ويا رب تكون فقرات النهارده عجبتكم، وباذن الله نشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم البدايه. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده برضو احنا بنختم الحلقه بتاعتنا وبقول بالمواهب الحلوه اللي معانا، انا شفت فيكي فجر زي الامل، ولمحت فيكي البدر لما اكتمل، واحترت اقرب ولا ابعد بعيد، وسمعت قلبي وهو بينادي اوعاك تخاف، ده كل شيء محتمل، النجاح محتمل، الفشل محتمل، السعادة محتملة، كل حاجة محتملة طول ما احنا قادرين ان احنا نفكر ونمسك بايدينا، نمسك بايدينا الحاجة اللي احنا عايزينها. بنشوفكم حلقة تانية ان شاء الله. بنشكركم جميعا، بنشكر مصطفى، وبنقول لك يا رب دايما دايما لقدام، وعايزين نقابلك ان شاء الله المرة الجاية وانت مطرب معتمد ان شاء الله باذن الله.